عسلامة، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير كما تشاهدوا. اليوم باش نشارك معكم اشهر كيك بمواقع التواصل بالانستغرام، هي كيكة تشيز كيك بلوبيري او كيكة الاجبان والتوت الازرق والحامض، بنكهة ياسر مزيانة باش تكتشفوا هذا كي تجربوها، وبالقرمشة في الاعلى اللي تمتاز بها بالعجين المفتت اللي ضفناه في الاعلى باش تكون الكيك ياسر مقرمشة وياسر بنينة. ان شاء الله يا رب تعجبكم. انا باش نكتب لكم الطريقة على الفيديو من برا، وباش نخلي لكم أدق التفاصيل مع المكونات أسفل الفيديو بصندوق الوصف وبالتعليق المثبت. وإذا احتجتوا أي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات وين نجاوب الكل. وخليكم مع تشيز كيك بلوبيري، مشاهدة طيبة وبسلامة. Thank you.